انتشرت فيديوهات لرجال ونساء وهم يرقصون. فكرة دعاية مجنونة اعتمد عليها كافيه في السعودية للدعاية للمقهى بتاعه في زمن الترندات اللي بنشوف فيه كل يوم العجب، ورفع شعار ارقص تاخد قهوة ببلاش. ومن يومها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ملهمش سيلة غير فيديوهات الشاب السعودي اللي بيرقص بطريقة غريبة قدام الكافيه في السعودية اللي مشاهداتها تعدت 7 مليون في أيام قليلة. وانتشرت المقاطع زي النار في الهشيم لشباب سعودي وهم بيرقصوا قدام الكاشير عشان ياخدوا القهوة المجانية، وفعلا نجحت جدا طريقة الدعاية اللي استخدموها، لدرجة ان مطعم يمني قلد الفكرة ورفع شعار ارقص تاخد وجبة مجانية. وبعد نشر فيديو المطعم اليمني لشابين بيرقصوا قدام المطعم بالزي اليمني، حصل هجوم كبير جدا على الفكرة بعد ما كان الموضوع بيتناول بشكل كوميدي، وعلقوا رواد السوشيال ميديا وقالوا قلة احترام وقلة قيمة، كل ده على فنجال قهوة، واللي قالت والله لو عطوني ذهب ما هزش نفسي كده، وفي اللي سأل وقال هما بيكسبوا ازاي وكل الناس بترقص وتاخد القهوة بلاش. صحيح، صدق اللي قال صيت ولا الغنى. وانت كمان قولنا مع ولا ضد الدعاية من النوع ده؟